اهلا بحضراتكم متابعين تلفزيون اليوم التابع. احنا دلوقتي قدام اختراع انا شخصيا اول مره اشوفه. احنا هنا على طريق اسماعيليه، قابلنا واحنا ماشيين عربيه محوله لعصاره قصب، عربيه سوزوكي صاحبها حولها لعصاره قصب. احكيلنا بقى قصة العصارة دي. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اسمي محمد، انا معايا بكالوريوس هندسة، والحمد لله يعني هو زي ما تقول مش في شغل حكومة وكده وظايف، وقلت ان انا اتوكل على الله واعمل المشروع دوت، والحمد لله جبنا معاها الماكينة العصير والعربية. العربية دي اتكلفت معاك كام؟ بتتكلم حوالي حركة 70-80 على حسب، لان الاستانلس وماكينة العصير وسعر العربية نفسها اللي شايلة الحاجة. طب قول لي انت كمان قلت لي عندك قصة تانية بقى في حياتك، احكي لي القصة. بالنسبة لقصة ايه عن الكلية؟ يعني قصة الكلية، وانت قلت لي كمان انت اتجوزت صغير جدا، احكي لي بقى. الحمد لله انا متزوج وعندي 4 اطفال. ويعني انت عندك كام سنه؟ 3 سنين. طب قول لي يعني العربيه تكلفتها، قلت لي اتكلفت ازاي؟ يعني قلت لي قد ايه؟ يعني مثلا العربيه ب 40,000 والمكنه ب 25 والاستانلس حركه 10. طب مين جاب لك فكره العربيه دي؟ والله صنايعي كنت بعمل عنده شو شغل، فهو عرض عليا الفكره وانا رسمتها في دماغي يعني، والحمد لله. طب قول لي بتكسبك يعني العربيه دي مكسبك؟ الحمد لله يعني ممكن 70 جنيه 100 جنيه الحمد لله، وربنا بيرزق والحمد لله. انت مشغل كمان معاك الشباب؟ الاولاد دول. طب قول لي انت كمان قلت لي زوجتك دكتوره؟ الحمد لله. ومقعدها في البيت؟ طب احنا عايزين نشوف بقى العربيه دي بتشتغل ازاي. دي عباره عن مكنه كهرباء من ورا طالع منها كابل بيروح على اللهم صل على النبي مكنه العصير، بس تشتغل المكنه بنحط القصب. والله مش اول واحد جاي، يعني ابن عمي كنت قاعد معاه وهو خط واحنا نفذنا والحمد لله. هي مش مخطط يعني، مش فكره واحد بس. والله مش عارف بحلم ان ربنا يعني ييسرها معانا ويرزقنا، والله ما صلى على النبي ان يصدر لنا ترخيص يرخصوا لنا العربيه ديت وبس. طب وليه لما بيكون موسم ما فيهوش قصب بتعمل ايه؟ مفيش موسم في مصر ما فيهوش قصب. يعني انت بقالك قد ايه في المهنه دي؟ يعني حوالي 3 سنين. والله شوف شغلك، مش تستنى وظيفة او مش تستنى شغل وخلاص. الخطوة العملية حياتك هتكون ايه؟ ما هو لما هتجوز تاني ربنا هيبعت الرزق التاني، بقى هتفرج مش في خطوات تانية. طب قول لنا بقى اخر حاجة تحب تختم بيها او امنيتك اللي تحب تختم بيها. والله ربنا نفسي ربنا يشفي ابني وربنا يكرمنا ونلاقي وظيفة بدل التعب ده. يعني الكترونيات ده معاك عين شمس. طيب شرفتنا ونورتنا يا محمد، وان شاء الله ربنا يكرمك. شكرا لحسن متابعتكم متابعين تلفزيون اليوم السابع. كنا معاكم هنا من طريق فقوس، او يعني طريق اسماعيليه فقوس، مع شاب مكافح جميل.
زي ما احنا شايفين، واتنين شباب برضو مكافحين هنا مع اختراع جديد، عصارة قصب متنقلة معمولة على عربية، اختراع يعني احنا اول مرة نشوفه. بنتمنى من ربنا ان ربنا يرزقه، وطبعا لازم نكون ندعم الشباب اللي زي دول. شكرا لحسن متابعتكم والى اللقاء.